السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنتكلم عن 10 فروق ما بين المجتمع العربي والمجتمع الامريكي، واول فرق هو لك الحق ان انت ما تردش. بمعنى مثلا ان انت قلت لواحد هلو، او قلت لواحد هاو ار يو، او هاو يو دوين سير، ممكن ما يردش عليك عادي. طب هل هو عنصري؟ الله اعلم، مش بتاعتك. عادي جدا تسأل واحد، او ممكن لو انت تايه في عنوان ما يردش عليك، يسمعك ويطنش. ليه الحق في كده؟ وافتكر مرة كنت لسه جاي، وهنا البيوت بتكون مثلا بتلاقي البيوت كده على جانبي الطريق، بتلاقي الارقام الزوجية على اليمين والارقام الفردية على الشمال. فكنت بدور على عمارة رقم 17، فبصيت لقيت 14 16 18 20، وانا بدور على 17. فانا وقفت ما بين 16 و18، عمال ادور على عمارة رقم 17 مش لاقيها. قلت ممكن تكون في ظهر البيت، لفيت حوالين البيت او في ظهر البيت، ما لقيتش عمارة رقم 17. فلقيت واحد داخل وسالته I'm looking for number 17، ما ردش عليا. فقلت ممكن يكون مثلا سمعه ضعيف، فسالته بصوت اعلى انا ببحث عن عمارة رقم 17، برضه ما ردش عليا. ففيما بعد عرفت ان هو ممكن عادي تسال حد على حاجه، او تقول لحد التحيه او اي حاجه وما يردش عليك، في حين في المجتمع العربي ده عيب. لو واحد تايه او واحد مثلا قال لك سلام عليكم، حتى لو انت متخانق معاه بتعدل نفسك وبتقول له عليكم السلام، لانه خلاص بيبقى ايه، بيبقى اسمه زي جاب الحق عليك، حتى لو انت في بينك وبينه خلاف. انما هنا عادي جدا واحد ما فيش بينك وبينه اي حاجه تساله ما يردش عليك. وتاني حاجه هي عكس رقم واحد، ان انت بقى ليك الحق ان انت تقول كل حاجه انت عايزها، كل حاجه، رايك، اعتقادك، رأيك في أي شيء، تعمل حاجة مثلا خادشة للحياء، أو أي علامة بصبعك خادشة للحياء، عادي المجتمع كله بيحمي حقك في التعبير عن الرأي. قول رأيك بكل حرية، اشتم الرئيس، اشتم الحكومة، اعمل كل اللي انت عايز تعمله، محدش هيقولك تلت التلاتة كام. ده طبعا بيكون عندنا في بلدنا، أو في بلادنا بيكون الموضوع حساس شوية، بتلاقي كل كلمة بحساب وكل تصرف بحساب. إنما هنا تقول اللي انت عايزه، تلبس اللي انت عايزه، تعمل أي حاجة انت عايزها، طالما لم يعني ما لمستش حد، طالما لم تعتدي على حد، من حقك تقول كل اللي انت عايزه، من حقك تشتم عادي. مفيش قيود على تصرفات الافراد طالما لا تتعدى فيها على حق اي حد تاني. وتالت حاجة هي احترام الطابور. الامريكان هنا او في المجتمع الامريكي بيحترموا الطابور جدا جدا، بمعنى انه ما ينفعش انت تخطي اللي قدامك في الطابور. ومش بس كده، ما ينفعش تقرب للي قدامك قوي، بمعنى انه لازم تكون سايب مسافة بينك وبينه دراع كامل، لازم تكون سايبه بينك وبينه. عكس طبعا المجتمع العربي، ممكن تقرب او ممكن تعتذر للي قدامك وتقول له مثلا مستعجل، فهو يكون انسان محترم ويقول لك عادي تعالى قدامي. انما هنا ما حدش بيرضى انه يخلي حد يجي قدامه، لازم يكون في احترام كبير جدا للطابور، ومفيش حد هيسمح لك او هيرضى ان انت تعديه. ولو حصل ان انت عديت هتلاقي الطابور كله بيقل ادبه عليك. انما زي ما قلت لكم عندنا عادي تعدي الطابور، عادي تلزق في اللي قدامك، تحط ايدك عليه، تعديه، تخش بس ده حاجه بسيطه وتعدي على الشباك. انما هنا لا، مفيش الكلام ده، لازم تحترم الطابور. ورقم 4 هي احترام الخصوصيه والملكيات الخاصه. بمعنى هنا انه هنا مفيش زيارات في البيوت، الزيارات بتكون قليله جدا. ولو حصل انك انت عايز تزور حد، لازم تكون الزيارة بميعاد، والميعاد يكون بالظبط الساعة 7 مثلا يبقى الساعة 7، الساعة 8 يبقى الساعة 8، الساعة 6 يبقى الساعة 6. ما ينفعش تروح مثلا متأخر ساعة او تروح بدري ساعة. ولو حصل ان انت زرت حد، وده طبعا بيكون قليل جدا خاصة في الولايات الشمالية اللي احنا عايشين فيها، عكس ولايات الجنوب. ولايات الجنوب بيكون فيها زي ترابط شوية مش موجود في الولايات الشمالية. الولايات الشمالية ولايات عملية، بس لو حصل انك رحت عادي جدا اللي انت رايح له ده ممكن ما يقدم لكش حاجة، مش شرط يقدم لك شاي أو قهوة أو عصير، عادي جدا أنت ممكن تبقى رايح تقضي مصلحة شغل، مصلحة عمل، أو حتى زيارة. لازم تكون مبلغه بالميعاد اللي أنت رايح فيه، ولما تروح مش هتطول في القعدة. ورقم 2 ممكن ما يقدم لكش حاجة، ما تزعلش منه، هتقول ده هو لما جالي البيت أنا عزمته وطلعت له أحسن حاجة عندي. مش شرط في المجتمع الأمريكي هنا، مش شرط إنه يتصرف معاك زي ما أنت تصرفت معاه، أنت طلعت له أحسن حاجة، هو ممكن ما يطلعلكش حاجة، عادي جدا ما تزعلش، لأنه الطبيعي إنه ما يطلعلكش حاجة طبقا للمجتمع الأمريكي، وتحديدا طبقا للولايات الشمالية اللي إحنا عايشين فيها. وطبعا الولايات الشمالية زي ما قلت لكم قبل كده، أوهايو، بنسلفانيا، نيويورك، نيوجيرسي، إنديانا، ميشيغان، ويسكونسن، إلينوي، كل دي الولايات الشمالية ولايات عملية، 1+1=2. وانا كان في موقف حصل قدامي مع واحد كان امريكي مسلم اسمه بلال، وكان ابنه قابلته، يعني كان ابنه معاه، فبيقول ابنه بيقول لبلال اللي هو ابوه، بيقول له ابا انا هجي لك ازورك في الويكند.
فقال له اتصل بيا قبل ما تيجي الاول، انا ممكن ما ابقاش موجود. فانا استغربت من الموقف، يعني ايه ابنك يقول لك انا اجي لك في الويكند وتقول لا لازم تتصل الاول، في حين مثلا في بلادنا او في المجتمعات العربيه والوطن العربي بيكون ممكن تروح بيت ابوك انت وعيالك وتروح في اي وقت، بل بالعكس بيكون معاك مفتاح بيت ابوك، عشان بيت ابوك انت من حقك تزوره او تدخله في اي وقت انت واولادك، وتاكل وتشرب وتعمل كل اللي انت عايزه في بيت ابوك. ده طبعا ما بيكونش موجود هنا قوي، وزي ما قلت لكم مش في كل امريكا، انا بتكلم على الولايات الشماليه اللي ينتشر فيها الموضوع اللي زي كده. وخامس حاجه موضوع الفروق بين السن، الفروق بين الناس وبعضها، او الفروق في العمر بين الناس وبعضها. في المجتمعات العربيه لازم تقول يا شيخ، او لازم تقول مثلا يا عم الحاج، او لازم تقول يا دكتور فلان او يا استاذ فلان او يا باشمهندس. هنا لا، موضوع الفروق في السن ملهاش اعتبار قوي، بمعنى ان انت مثلا لو انت طالب في الجامعه والدكتور ماسك المعمل بتاعك عادي ممكن تقول له باسمه ستيف تندهله عادي، او مثلا مثلا حد كبير في السن تنده، جارك مثلا اسمه مارك عنده 70 سنه وانت لسه مثلا ما طلعتش من البيضه عندك 20 ولا 18 سنه، ممكن تندهله باسمه يا مارك عادي. ده في القانون الامريكي او في الاعراف الامريكيه هنا ما تقدرش تقول عليها ديسريسبكت، يعني عادي، مش المجتمع مش هيرفض حاجه زي كده، عادي كل واحد بيتقال باسمه، مش هتلاقي حد يلومك او يقول لك او ينكر عليك التصرف ده. حتى بما فيهم رقم ثلاثة اللي هو الطابور، لو راجل كبير في السن وراك عنده 70 سنه وانت عندك 18 سنه، لو انت تفضلا منك قلت له قدم مكاني مثلا يا عمي عشان مثلا توفر في وقتك مثلا وما تقفش كتير على رجلك، ده تفضل منك. انما لو انت مش عايز محدش هيلوم عليك ان انت واقف قدام الراجل الكبير. في عكس بلادنا لا، بيكون الكبير ليه قدسيته واحترامه وخصوصيته. في الاعراف الامريكيه هنا الموضوع ده ملوش قيمه شويه. والفرق رقم ستة ما بين المجتمع العربي والمجتمع الامريكي هو حاجه كده غريبه شويه وليها هنا اهتمامها واعتبارها، وهو ان انت لو كنت مثلا في جاس ستيشن او في مول او مثلا في ماركت او في اي مكان وانت خارج، لازم تمسك الباب اللي وراك، اللي جاي وراك لازم يكون الباب مفتوح له. يعني ما ينفعش ان انت تطلع من جوه وطالع طالع على الشارع تقوم طالع وقافل الباب وراك وايه ومعدي، او بالعكس لو انت جاي من بره وداخل اي مكان مقفول لازم تبص وراك عشان تشوف لو في حد جاي وراك ما تقفلش الباب في وشه. دي هنا قمة قلة الذوق لو قفلت الباب في وش حد، لازم تمسك الباب سواء لطفل او سواء لراجل كبير او لواحدة ست، لازم تمسك لها الباب، بيعتبروها هنا ديسريسبكت لو قفلت الباب في وش واحد. عكس طبعا المجتمعات العربية الموضوع ده ملوش قيمة، عادي تدخل وتقفل الباب، او انت خارج تخرج من جوه وتقفل الباب واللي يكون اللي وراك عادي مفيش بينك وبينه متر وتقفل الباب في وشه. هنا لا، الموضوع بيكون رخم شويه وبيكون موقف مش لطيف او مش ظريف ان انت تقفل الباب في وش حد. حتى انا شفتها بعينيا ان هم ساعات بيدخلوا يبص وراه ويشوف مثلا اللي جاي وراه في مسافه مثلا 4-5 أقدام مثلا او 3 متر او 4 متر او 6 متر احيانا كمان، تلاقيه ماسك الباب لمده مثلا 10 ثواني او 12 ثانيه لغايه لما الشخص التاني يجي. ده بيكون يعني زياده احترام وزياده وقار. والخلاف رقم سبعة هو التعامل بتاعك مع الناس في المجتمع. كل انسان في المجتمع هنا له احترامه بغض النظر عن دينه او عن اسمه او عن لبسه او عن شكله او عن لونه، كل بني ادم ليه احترامه في المجتمع. الدوله بتحترم هنا كل واحد وبتجبر الناس انها تحترم بعضها، بمعنى انه مفيش واحد اسود يتقال له مثلا يا بكار او يتقال له يا شوكليت، او واحد مثلا عربي او مسلم يتقال له يا ارهابي او يا رجعي، او واحد مثلا شكله اسيوي من الفلبين او تايلاند او كده يتم التعامل معه بعنصريه. لا، كل انسان له احترامه. يعني موقف مثلا زي اللي كان حصل في مصر ده من اسبوعين ولا حاجه مع الواد الصيني والناس جريت وراه وصورته وكده، دي تبقى مصيبه كبيره جدا جدا في المجتمع هنا، والمجتمع كله يثور على موقف زي كده ان في انسان اهان. وطبعا انا سمعت ان الحكومه المصريه جابت شويه الاوساخ اللي عملوا كده وسجنوهم او عاقبوهم او فرضوا عليهم غرامات، ده شيء يحسب للحكومه المصريه ان احنا بنبدا نتغير من جوانا. ولكن يا اخوانا الموقف ده اتصور، فالناس اللي عملت كده اتجابت، لكن في مئات المواقف اللي زي كده بتتعمل مع اغراب او بتتعمل مع ضيوف او جنسيات مختلفه عايشين في بلدنا. ده طبعا هنا مصيبة كبيرة جدا ان يتم التنمر او يتم التعامل بعنصرية او تتعنصر على واحد او تقل ادبك على واحد نتيجة مثلا شكله او جنسيته او لونه. كل بني ادم يعيش على الارض الامريكية ليه احترامه وليه وقاره وليه هيبته، والحكومة والشرطة بتضمن حمايته. ورقم 8 الايدنتيفيكيشن او الاي دي اللي هو البطاقة او زي ما نقول في بعض الدول الهوية، بيكون فيها الاي دي بيكون فيه بياناتك، اسمك، تاريخ ميلادك،
لكن ما بيكونش فيه مكتوب ديانتك، ما بيكونش مكتوب فيه وظيفتك، عشان ما يتمش التعامل معاك على اساس وظيفتك لو شغال وظيفه عاليه، غير لما تكون شغال مثلا عدم المؤاخذه مثلا مثلا يعني اي شغلانه مثلا قليله، او مثلا شغال مثلا عامل نظافه، او مثلا شغال مثلا يعني اي وظيفه من الوظائف المهنيه. كل الوظائف هنا سواء وظيفه مرموقه، وظيفه متوسطه، وظيفه بشهاده، وظيفه من غير شهاده، كل بني ادم له احترامه. لذلك هنا لا بيكتبوا الدين مسلم او مسيحي او يهودي او مثلا لا ديني او بهائي او ملحد او اي شيء، ولا كمان بيكتبوا الوظيفه على اساس لا يتم التعامل معاك على اساس دينك او على اساس وظيفتك. ورقم 9 هو التعامل مع الستات او مع الاطفال، يخص الستات والاطفال. الست هنا ليها احترامها في المجتمع، يعني ما ينفعش مثلا ان انت تتعامل معها بنوع من انواع القوه او بنوع من انواع القسوه، او مثلا تمد ايديك عليها. الست هنا زيها زي الراجل، بل واكتر من الراجل كمان، الست والطفل. يعني الدوله بتحميهم وبتديهم صلاحيات وبتديهم امتيازات اكتر ما بتديها للراجل. حتى في الوظائف تلاقي الست زيها زي الراجل بالظبط، عادي جدا يبقى مديرتك ومديره مديرتك ستات، يعني الاثنين اللي فوقيك ستات، عادي مش عيب. عكس مثلا الدول العربية او في مصر بيبقى عيب شوية ان مديرتك تبقى ست، او مثلا الديستريكت مانجر بتاعتك تبقى ست، بيبقى فيها حساسية شوية. لا، هنا الموضوع عادي، الست بتشتغل اشغال عادية، وبتشتغل كمان اشغال فيها قوة بدنية، وبتشتغل مثلا بيسوقوا مثلا تراكات، بيسوقوا مثلا تريلات، بيسوقوا مقطورة، بيسوقوا بيعملوا مثلا محلات الكاوتش، احيانا تلاقي ستات شغاله فيها. هنا مثلا نتيجه درجات الحراره بتنزل احيانا لسالب 20 وسالب 25، ممكن تقوم الصبح تلاقي بطاريه عربيتك نايمه، عادي جدا تتصل بالتريبل اي اللي هو مثلا شركه صيانه عربيات او تصليح عربيات او بينفخوا كاوتشات وبيقوموا بطاريات، تتصل تجي لك واحده ست وتحط الكابلات على البطاريه وتشوف لك اذا كان في اي صيانه في العربيه، مثلا تقول لك دور مثلا حط رجلك على الاكسلاتير، تلاقي مثلا ايديك مهزوزه شويه ولا رجلك مهزوزه، تقول لك طب خلاص لم جيت زكي، تطلعك من العربيه وتركب هي مكانك وتدور وتدوس على الاكسلاتير وتشوف وتامن على الاربع فرد، وبتعمل شغل انت ممكن كراجل ممكن ما تعملوش، يعني بعض الرجاله ما يقدروش يعملوا شغل فيه قوه بدنيه، بتلاقي الستات هنا بتعمله عادي. لذلك الست هنا في المجتمع زيها زي الراجل، بل واحيانا بتبقى اكتر. حتى الست كمان في المجتمع الامريكي لو عايزه تتطلق بتروح المحكمه تتطلق. هتقولي طب ويه يعني، طب ما سوزان مبارك يعني ربنا يبارك فيها وفي صحتها عملت قانون الخلع في مصر، والست اللي عايزه بتتطلق بتروح تتطلق عادي وبترفع خلع على جوزها. لا، الفرق ان الست اللي بترفع خلع على جوزها في مصر او في الدول العربيه بتعفيه من كل حاجه، قايمه ونايمه ونفقه ومش عارف والشقه ومسكن الزوجيه، لا بتعفيه من كل حاجه. هنا لا، هنا لا تماما، الست اللي بتطلب الطلاق من المحكمه بتاخد الطلاق من المحكمه وبتاخد نص ما تملكه. ايوه، بتاخد نص ما تملكه، يعني لو عندك عربيتين هي هتاخد عربيه وانت هتاخد التانيه، لو عندك بيتين هي هتاخد بيت وانت هتاخد بيت تاني، او لو انت ما عندكش غير بيت واحد هي هتاخد نص البيت. فحاجه من اتنين، يا تديها حق نص البيت، يا تطلع انت وتسيب لها البيت وتاخد منها النص بتاعك او حقك في النص بتاعك اللي انت اتنازلت عنه وسبته لها. كمان في خلاف تاني بالنسبه للبنات او الستات، ان انت من حقك تقيم علاقه جنسيه مع اي واحده برضاها، لكن اللي مش من حقك ان انت تلمس واحده او مثلا تحط ايديك على واحده. هنا يقطعوا لك ايديك على طول وتتحبس فيها 5 سنين ولا 6 سنين، وتبقى فضيحه وتبقى مصيبه تلازمك طول اقامتك ومعيشتك في امريكا. ازاي؟ اولا لو معاك جرين كارت هتترحل. طب لو فرض ان انت مجنس، مش هيبقى فيها ترحيل، هيبقى فيها سجن وهيبقى فيها فضيحه ليك وهتنزل على الريكورد حقك. وكمان لما تروح تسكن في اي مكان، الحي كله عن بكرة أبيه بيعرف إن الشقة دي سكنها واحد تحرش بواحدة، وليكن سنة 2009 أو سنة 2007، فبتبقى فضيحة ليك، الحي كله بيعرف إن أنت متحرش. ليه بيعملوا كده؟ عشان الناس تأمن منك، أو الناس تتجنبك، أو الناس تبعد عنك، الناس لما تشوفك تبعد عنك بسبب إن أنت مديت إيدك أو لمست قبل كده واحدة من غير ما ترضى. فنوع من أنواع حماية أفراد المجتمع التعريف بالمتحرشين. ده طبعا بيكون عكس الدول بتاعتنا، بتلاقي عادي مثلا واحد يتحرش واحده، واحد يحط ايده على كتف واحده، واحد مثلا يحط ايده على وسط واحده، يلمس واحده في اتوبيس، في ميكروباص، في مترو، في قطر، في بيجو، في بولمان، تلاقي الحاجات اللي زي كده بتلاقيها عادي، ويعني مش هنداري وشنا، والمثل بيقول اللي بيزمر ما بيداريش دقنه، يعني الناس كلها عارفه. وده شيء للاسف موجود في مجتمعاتنا، حتى المجتمعات اللي هي العربيه الغنيه لما بيجيبوا خادمات مثلا او كده بيتحرشوا بيهم في البيوت، وده شيء موجود ومعروف، فمش هنقعد نلف وندور كتير عليه. انما هنا دي هنا مصيبه انك تلمس واحده من غير رضاها،
دي مصيبة كبيرة جدا هنا، احذر منها تماما واوعى تتجنن في مخك وتعمل حاجة زي كده تبقى مصيبة. والفرق رقم 10 هو احترام الاطفال. الطفل هنا برضو زيه زي الست، يعني له حقوق. مفيش حاجة اسمها مثلا تضرب ابنك بعصاية او تضربه بحزام، او مثلا تطلع مروح من شغلك قرفان وطلع تطلع قرفك على الواد وتتخانق مع الواد وتزعق الواد وتشتم الواد، الواد هنا هيتاخد منك. هنا بيسموها فيلوني، معناها جناية. فتخلي بالك من الامور اللي زي كده. جارك لو بلغ عنك وانت بتضرب الواد، الشرطة هتيجي وهتاخدك وهتتحبس، والواد هيروح الشلتر او الملجأ. وعلى فكرة الكلام ده سواء الواد امريكي او غير امريكي، يعني حتى لو انت قاعد باي نوع من انواع الفيز وعملت حاجة زي كده في ابنك، الطفل هنا حمايته هي مسؤولية البلد. البلد بتعتبر ان الطفل ده هو مستقبل، مستقبل، فبتحافظ عليه. هتحط الواد في ملجأ وانت هتترمي في السجن كام سنة ولا حاجة، والواد ده ممكن عيلة تتبناه مثلا او تاخده ويعيش احسن عيشة معاهم، مع مثلا رجل وست ما بيخلفوش، يتبنوا ولد مثلا او طفل يربوه ويصرفوا عليه ويعيش معاهم عيشة كويسة، وخلاص تغور انت في 60 داهية، لان انت انسان غير مؤتمن على امانة ربنا ادهالك اللي هي رعايتك واهتمامك ومعاملتك الطيبة لطفلك او ابنك. في طبعا حاجات كتير، خلافات او اختلافات او فروق ما بين المجتمع العربي والمجتمع الامريكي. هم دول العشر حاجات اللي في دماغي حاليا. في حاجات تانية كتير ممكن نبقى نخصص لها حلقات تانية، بس هم العشر حاجات دول انا بعتقد ان هم حاجات رئيسية واي مهاجر ممكن يقع فيهم. طبعا قولوا لي رأيكم في التعليقات على العشر حاجات دول. اللي شايف برضو ان في حاجات تانية مهمة انا ملتهاش يقولها لي في التعليقات، وممكن نخصص ليها حلقات جاية ان شاء الله. ما تنسوش اعملوا لايك على الفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك فيها، وزرار لايك دوس عليه من فضلك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.